مقام شيء آخر اللي قلته بعض منكم على الرينيسانس تقريب هذا هو، وانطلقنا بطبيعة التسلسل، يعني مشينا من حاجة قديمة نعتبرها قديمة اللي ما زالت موجودة عندنا كما نسميه احنا لاتور دي سيغول، وحتى وصلنا إلى ما الآفاق العديدة. في الحقيقة أنا ما نخفيش سر، أنا كنت وقت اللي نقرأ في المدرسة الابتدائية كنت طموحاتي أن أصبح مخرج سينمائي. فالكتاب هو ربما يعني ثأر على المصير اللي ما كانش. والسيناريو فيه طبعا هو كان يكون فيلم، والحقيقة عملنا فيلم أنا وسكندر، عملنا في شريط موجود تستغل فيه جمعية سيادة المدينة، شريط فيديو وفيه تقريب نفس السرد هذا. بالطبيعة ديما النقطة النهائية المقرأة هي الانطلاقة النهائية، وهذا يعبر، وانا قلت حتى يعني كثير من العبارات تعبر على هذا، من مكان الحياة إلى مكان الممات، وذكرت حتى النهج الرئيسي في المدينة اللي اسمه نهج حاج طابوب، اللي هو يعني يوصل بين منطقة نتاع حياة تلقى فيها شيخ المدينة وتلقى فيها السوق العتيق، السوق أكثر مش عتيق هو السوق، وتلقى فيها الممر حتى للمقبرة، كان هذا يعني رابط. الحقيقة نقول للجماعة اللي يتناولوا الكتاب واعتبروه كتاب صور، صحيح كتاب صور، لكن نقول لهم اقرأوا قراءة أخرى مش صورة، ما بعد الصورة، واقرأوا كذلك الكلمات الوجيزة في الليجون اللي عبرت عن الليجون، اللي هذيك فيها اللي ذكروا الدكتور منذ قليل المحاسبة، المحاسبة هي فك يعني السطور اللي تقرأ في المدرسة، لما حتى على مدرسة شباب يتخرجنا منها يعني جماعة، نقول فيها جملة أو جملتين، بس نستعيدها. المدرسة لأن هذيك تقريبا نقول لي كورب كوراب دولاريسي جداد دي جينيراسيون سونتيير دارياني أن بريكونتي سو تونب ديال دوبري دو سافوار إي دو لا كونيسونس. مي أجوردي سيت إيكول إيترميتيكمون كلوز سينيفيان لاري دو كور دان فيلاج كي أبارتيان ديزورمي أ ليستوار. هذا يكفيني معقولة أن نحبر برشا ورقات، صحيح النصوص يعني قليلة، ثم مقدمة، ثم عرض ربما وجيز، استعملت شيء قدمته في سوربون بالنسبة للتوطئة يعني لارينا ترابان لوطان، وفيه كذلك وعنونته عن جزء كبير بتاعه إيماجو كور يعني ليبر ليماج. الحقيقة الصور هذه كما أنت استوضحت يعني سواء كان اللي ذكرته أنت معناها سي جبابي، حبيت من خلال الصورة سمعت معلومات، لأن المفيد أن هو الكتاب هو فيها اللي دفعني ليه هو واجب ذاكرة، لأن لابد أن إحنا كنا معناها يعني عندنا الهاجس نتاع نمكنوا الآخرين خاصة من الأشياء اللي نعرفوا إحنا. الأريانة في عيوننا وفي مخيلتنا وفي تاريخنا لابد أن تبقاش محصورة في أشخاصنا، البعض منا ومستكشفين من بعض يعني رفيق درب، يعني حبينا انا وقت كتبت بقلم نتاعي لمحاله ولكن بايادي نتاع مجموعه، يعني الحقيقه انا كنت لو ترجمان نتاع جيل معين في الخمسينات، عرفنا القريه فيها وعرفناها في اوجها، صحيح ان القريه فيها اوجها كانت وقت كانت الطائفه اليهوديه وكان لما يعني التسامح وكما كان التعايش، وهذيك تقريبا اللي عشنا فيه واللي قعد دائما يعني في مخيلتنا في وجداننا، حبيت هذا نعبر عليه. والجاليه اليهوديه كانت متواجده من القرن يعني هذا من 1860 الى 1960، وهي الان موجوده في العالم سواء في فرنسا او في فرنسا، وتقريب هذا اللي فعلي بشتت الكتابه الفرنسيه والفراقه هو حبيت هو خطاب لهم الجاليه اليهوديه متواجده في كتابه في فرنسا، وهي المحافظه اكثر مع الاسف اكثر من البعض منهم على التقاليد وعلى نمط العيش الاريامي، الاهل في افراحهم وفي اطراحهم وفي مناسباتهم يعيشوا في النمط الارياني البحت بطقوسه كامله، ما تنقص منه حتى شيء، حتى كل شيء يستوردوه من تونس اذا كان يجمع معنا لباس او نوع حفلات او حتى ورد او حتى ياسمين، يعني يعيشوا باقي في الزمن الارياني، ما رغم اللي مروا يعني تو عندهم 40 سنه تقريبا او اقل شويه، الان يعيشوا يعني دائما بالنمط. ناهيك ان الصوره الكبيره اللي عندهم الافيش وذكرته هذا تلقاهم يحطوا توريبير اللي هو رمز تاع باريس ويحطوها يعني بسلاسل باب الحسن، مسلسل التوريتال، يعني صوره معبره جدا على تعلقهم بهذا يعني بهذه القريه، بالنسبه لهم المال طبعا حسن ما يعني يو ساكري مقدس مقدسه.
لو كان شكون يعرف ما يستغلها من ناحيه الانتهازيه يولي يبيعها له بشكل اشكال كما الياسمين كما الورد كما استلم اخيرا في مناسبه تفرح حضرت كانت مناسبه استلم باقه صغيره طبعا يدوروا فيها من طاوله لطاوله من شخص لشخص يعمقوا فيها يبوسوا فيها طب واحد نحى الوحده نتاعو قال لي تقديسا لهذا يعني تخميره كبيره تخميره كبيره 100 ريال بالنسبه ليهم قالت لهم دائما ما يشوفش الحاله بحيث هذا الكتاب هو يعني بالدرجه الاولى اللي هما على خاطر يسنا مش معناها هينه وحضور